حكيم الحياة، عرض مسرحي عماني ضمن فعاليات ملتقى الفنون الدولي الثامن لذوي الإعاقة في مصر. العرض المسرحي تقدمه فرقة بالإعاقة نبدع، حيث إن جميع الفنانين المشاركين فيه من ذوي الإعاقة، كما يقدم العرض بطريقة مختلفة لأول مرة. الفن عموما متاح لجميع الإنسانية والبشرية، ذوي الإعاقة اتاحت هذه الفرصة لهم باعتقادي أنه كمال فني للبشرية وللإنسانية فيها. جاءت مشاركتنا هذه طبعا لما تتميز به سلطنة عمان في النهوض بالفن المسرحي وفي التقدم المسرحي، وخاصة لذوي الإعاقة اهتمام خاص. العرض المسرحي حكيم الحياة يقدم ملمحا عن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وقدراتهم وإمكاناتهم في مواجهة هذه التحديات. كلمني، رد علي، صمتك يذبحني. بطلة ألعاب قوة، ألعاب رمح وقرص وقلة، وعندي لقب مستحق في سلطنة عمان، أول امرأة عمانية من ذوي الإعاقة تمارس الغوص. دعوة مني للأشخاص ذوي الإعاقة للانطلاق والإبداع، يطلعوا يعني من اللي هم دائما في قوقعة، إنهم يحبوا يطلعوا يواجهوا المجتمع، يواجهوا الحياة يعني. يشارك العرض المسرحي العماني حكيم الحياة ضمن عروض ومشاركات من 54 دولة تشارك في الملتقى الثامن للفنون لذوي الإعاقة. نحن أحسن عنك وعن تفكير أمثالك، تعرف ليش؟ لأننا رغم الإعاقة الجسدية إلا أننا مبدعين بهمتنا، والأهم بالإرادة الحقيقية اللي عندنا. ما يميز هذا العرض أن كل الممثلين في هذا العرض من الأخوة من الأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء الفرقة، بجانب طبعا الفرقة أيضا مشاركة بفرقة فنون شعبية فلكلورية، وأيضا في معرض لمنتجات الأخوة من الأشخاص ذوي الإعاقة. العرض المسرحي حكيم الحياة حظي بتفاعل من الجمهور، عكس المادة المسرحية الرصينة وقدرات الفنانين ذوي الإعاقة على تجسيد واقعهم وتحدياتهم. المشاركة العمانية في ملتقى الفنون الدولي الثامن لذوي الإعاقة يقدم نموذجا لاستنهاض القدرات والهمم، كما يقدم صورة حقيقية عن منجزات ذوي الإعاقة وإبداعاتهم. من دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.